إلهام، أي سؤال من الأسئلة العشرة تحبين أني أجيب عليها كي تتمكنين أنك توصلين على شخصيتي الحقيقية، هويتي؟ أعتقد بيكون سؤال رقم 4. هل أنت من الخليج العربي؟ إي إذا قلت جديد يعني. لازم. ممتاز، أنا ما أجيب، لن أجيب على هذا السؤال إلا إذا اتصل حد. هل أنت من الخليج العربي؟ تبين تعرفين؟ إي والله بعرف. ممتاز. عندي لك اختبار شخصي لو سمحتي. تفضل. إيش أكثر صفة تحبينها في نفسك؟ في نفسي؟ التسامح. إيش الحلم اللي لسه نفسك تحققينه؟ أحلام كثير والله، ولكن الأهم منها تعلية اسمنا الفني عالمياً. أحسنتي. ركزي معي. أكثر أغنية عربية تحبين تسمعيها مراراً وتكراراً؟ أغاني كثير والله أحب. أول أغنية؟ بقول ليلى للفنان كاظم الساهر. أحسنت. أنت مجيد ولا راشد؟ يا الله، محبين راشد ولكن أميل لأغاني مجيد أكثر. نوال أو أحلام؟ يا حبايبي وش الأسئلة الصعبة؟ أم حنين لقربها الشخصي أكثر معي، وإن كانت أم فهد عزيزة وغالية علي. أنغام ولا شيرين؟ أنغام يعني صوت مصر، ولكن شيرين الأغاني تلامسني، أحب دموع يعني. دراما. سؤالي الأخير، أصالة أو أصالة؟ أصالة. ولا يوجد غير أصالة. إيش المسلسل اللي ممكن تعيدي مشاهدته أكثر من مرة؟ قد يكون لك. مسلسل أحب أشوفه دائماً، أعتقد سلسلة مسلسل طاش مطاش، ما أزهق منه. كلنا متولهين على طاش مطاش. كلنا نقول أن نخسر أكثر بسبب الشهرة. إيش أهم شيء خسرتين بسبب الشهرة؟ خسرت الحرية يعني، الحرية. أو أنه ممكن تغلط حالك حال البشر، اليوم الخطأ عند المشهور محسوب بقيمة مضاعفة. تفكرين أكثر اليوم؟ نعم، وحريصة جداً، وفي عندي حالة من القلق المستمر. تجلدين ذاتك؟ يعني تقولين جلد الذات؟ والله يا سلطان، أكثر شخصية ممكن تجلد ذاتها ممكن هي اللي قاعدة أمامك الآن. عشان شي ناجحة؟ إن شاء الله يا رب.